السلام عليكم خويا، وياك مبارك الشاكري. زارنا اليوم المركز أحب مساعدتهم الجماعة يساعدوني أنا شنو عندك وأسرتي. انت؟ عندي بتر بتر؟ بتر قدم، نعم. هاي شنو السبب أخذت صار آلة عندك؟ الحرب، كان جاي اشتغل أنا عمالي، نعم. أطلع لهم بيت خراب جاي اشتغل مو في ها الجامعة. يعني البيت اللي جاي يشتغلون بيه عماله أيوة بمخلفات مال والله الحرب وصار هيك عندك. وحابب أن هاي أجمع بيا سلام مكان انت؟ بالفاو انت ساكن هم بالفاو هناك؟ بالفاو نعم. ومن الـ2000 من صار عندك؟ 2000 تقريبا. أيوة نعم. وعلى هاي الحالة انت أيوة والله على الحالة هاي السنة ويعيقك هذا بالعمل ما جاي؟ طبعا. نعم. شو تتمنى من الاخوان؟ والله أتمنى أن يساعدوني ومشكورين إن شاء الله، الله يرزقهم إن شاء الله بخير وسلامة، وهذا إن شاء الله مشكورين عليه عند الله. ان شاء الله الاخوان ما يقصرون وياك ويساعدونك بعمل طرف ان شاء الله.